كلام الناس. هاي الأغنية كلش قديمة، من الأربعينات من الخمسينات يمكن قبلها وبعدها. إحنا نحكي ونخاف من كلام الناس، لعد إحنا شقد مجتمع جامد وواقف اللي صار لنا فوق 100 سنة نحكي بنفس الموضوع، بينما لو أي مجتمع ثاني كان يكون مجتمع السويد مثلا، تلقون اللي مواليد الخمسينات أو الأربعينات من يجي يسولف للشباب بهالوقت، من يحكي لهم عن مواقف بشبابه وبطفولته صارت، ذول الشباب يصفنون يا هاي جيتوا متخلفين بذاك الزمن، يا هاي شنو هاي. واحدة من القصص أنه بالسويد يعني اللي عمرهم تجاوز، هسه صار بالسبعين عمرهم أو تجاوز السبعين، أنه اليسراوي يربطون إيده لأن ما يصير يأكل بإيده اليسرى، أو هي ما الشيطان فلازم يستعمل اليمنى ومن هاي الكلاوات. فمن السويدي اللي عمره 70 سنة يحكي هسه للسويدي اللي عمره 20 لو 30، هذا يشهق شو التخلف، بينما احنا لا ما شاء الله يعني نفس السوالف بعدنا عليها، كلام الناس زواج القاصرات والفصلية ونفس المصايب والمجتمع والتخلف كله نفسه. ليش ما نمشي خطوة شوية اللي قدامنا؟ شنو اللي موقف؟